24 سنة اليوم العالمي للوقاية من مرض السكري وللتعايش مع مرض السكري. كمان معنا دكتور إميل عنداري، أستاذ جامعي واختصاصي بأمراض الغدد والسكري والدهنيات. أهلا وسهلا فيك. مرسي. أهلا وسهلا فيك. مرض السكري هالمشكلة اللي يمكن يعني بتصدم بالأول لما تشخص، ولكن الأشخاص اللي فعلا بيعرفوا يتعايشوا مع مرض السكري بيمرق من حدهم وما بيحسوا فيه خلال حياتهم، بس هل فعلا نحن عنا وعي كامل ويعني إدراك كامل للوقاية من هالمشكلة؟ هلأ إذا منظمة الصحة العالمية حددت 14 تشرين الثاني اليوم العالمي للسكري والتوعية مرضى السكري، لأنه هالمرض عم بيتكاثر بشكل هائل جدا بالعالم كله. بعطيكي أولا شو هو السكري. السكري ارتفاع السكر بالدم ومزمن ومدى الحياة. نسبة هالمرض، بتعرف عن هالمرض نسبة بين 6 أو 7% تقريبا من الشعب معه سكري وعم بيتحكم لمرض السكري بأوروبا وبأمريكا. بالشرق الأوسط بالدول العربية، بلبنان بين 11 و12% تقريبا جروسو مودو يعني، وبالخليج العربي بالسعودية وبالكويت بين 20 و25% من الشعب معه سكري وعم بيتطبب للسكري. هالارتفاع السكر هيدا بيحتاج توعية كتير للشخص، لأنه مرض سكوت على السكت، عوارضه قليلة جدا، ما بينوجع، ما بيوجع المريض، ومع الوقت هالسكر عم بيسكر هالشرايين. هالشرايين بتصير تسمك من وراء ارتفاع السكر بالدم. المريض اللي معه سكري ما بيحس بشي. بعد كذا وقت، سنة، 2، 5 سنوات، 7 سنوات، بتصير يضيق هالشريان، بيضيق وبيوصل الوقت بيسكر الشريان. هالتسكير شو بيسكر أول شيء؟ الشرايين الرفيعة. يعني شبكة العيون، الشريان اللي بيغذي الشبكة يمكن بيرفع الشعرة، شبكة الكلاوي، شريان الكلاوي بيرتفع الزلال، بنوصل على غسيل الكلى، شريان القلب بيغذوا عضل القلب نعمل جرح، شريان العصب نعمل نيوروباتي يعني وجع بالإجرين أكتر شيء، وجع مثل تشرقط كهرباء، لمع كهرباء ما عاد منين بالليل، لانه هالاعصاب العصب له شرايين برفع الشعره بيتغذى منها. هذه العوارض لما بيكون تقدم مرض السكري. نعم، بعد كذا سنه، وبعد بيبقى شرايين صبيع الاجرين، وخاصه انه الانسان بيمشي على الاجرتين، الحيوان بيمشي على 4، الانسان بيمشي على 2، بيعصر شرايينه وشرايين رفيعه، نعمل غرغرينه وبنصير نقطش بالاجرين وبالصبيع وبالاجرين والاشياء. هودي عوارض السكري على المدى الطويل. من هون اهميه التوعيه. ومنعرف أهم شيء أنه في 50% من العالم معهم سكري مش عارفين. بيصير معنا سكري دكتور عنداري ولا أصلاً الشخص بيكون هو عنده سكري من الأصل وبيبين مع الوقت؟ لا، وصول للشخص ما معه سكري من الأصل. سكر بالدم جرام. نعم. 1 جرام بر لتر، هذا الوسط تبع المعدل السكري. نعم. وقت بيصير معنا سكري حسب الديفينيشن، حسب الاي دي اي يعني الامريكان دايابيتيك اسوسيشن، بيصير معنا سكري وقت اللي بيصير السكري اكثر من 120 ملي جرام بر ديسيليتر على الريق، واكثر من 160 ملي جرام بالديسيليتر يعني 1.6 ساعتين بعد الاكل. فحصين متتاليين، اذا بيطلع مره اكثر من هالشيفر هيدا صار معنا سكري. والاخطر من هيك انه السكري بالبدايه صاحبه ما بيعرف حاله مثل ما قلنا انه معه سكري، بس السكري بلش يضرب الشرايين من هالوقت هيدا وهو مش عم يتحكم. ليش بيصير في سكري؟ ليش بيصير في سكري؟ اسبابه في عده اسباب. اول سبب البنكرياس بيصير في ضعف بافراز الانسولين، هالماده اللي بتغطي السكر. وعند الشعب اللي بيكونوا ناصحين عندهم زياده وزن عندهم انسولين بجسمهم عادي طبيعي لبل اكثر من الطبيعي، بس الانسولين ما فعاله، بسموها انسولين ريزيستنس، يعني في مناعه على مفعول الانسولين، في انسولين بس ما بتفعل، ما بتوطي السكر. اليوم من هيك عندنا ادويه بتوطي بتخلي هالانسولين تصير فعاله اكثر، وعندنا ادويه بتنشط البنكرياس يفرز. هيدا السكري بتقريبا 90% من مرض السكري اللي بيقولوا له السكري من النوع الثاني عند الكبار. نعم. بس في السكري من النوع الاول عند الاولاد، هودي
ما في انسولين بجسمهم. يوم من الايام بعمر الخمس سنوات او عشر سنوات بيوقف البنكرياس، ما بقى عم بيفرز انسولين. بالاصل ما في انسولين بجسمه. لا بيخلقوا طبيعيه. نعم. بس بالعمر العشر سنوات، سبع سنوات، 12 سنه بيخلص الانسولين. فيروس ما بنعرف نعم. سبب اميونيتي انتي انتي يعني اشياء بيوقف البنكرياس. نعم. هودي الله يعين اهلهم، الله يعين ام هالولد يلي عم تعطيه الانسولين ثلاث جرعات انسولين بالنهار السريع وجرعه بطيء اربع شكات انسولين وثلاث مرات بده يشكشك حاله ويعمل فحص السكري وترقبه، لانه كل الدراسات اثبتت انه اذا منحافظ على السكري تحت ال 120 على الريق تحت ال 160 ساعتين بعد الاكل ليلا نهارا 24 على 24 صيفا شتاء مدى الحياه ما بنوصل لمشاكل السكري، او بنوصل لمشاكل السكري بعد عمر ال 100 سنه بيفرجها الله بعدين. بس هون اذا عم نحكي عن تايب 1 فاذا المراقبه بدها تكون انسولين. كل النهار، ولكن اذا عم نحكي عن التايب 2 غير نوع من العلاجات والمراقبه 90% نعم عند الكبار نفس الشيء بدهم حماية بس ما بيحتاجوا الأنسولين إلا بعمر مؤخر. وهلا كل مرة كل سنتين ثلاثة عندنا أدوية عم تنزل جديدة على السوق. دائما في تقدم فظيع الشكل بعلاج السكري، حبوب وحتى بنوع بأنواع الأنسولين، صار في ستيرو مثل ما بتعرفي، صار في تسهيلات قوية قبل رفيعة كتير يعني. وعندنا بلبنان مركز الرعاية للأولاد والكبار، يعني التطور الموجود بهالمناسبة هاي، لأنه في هالتطور نحن جمعية اللبنانية لأمراض الغدد والسكري والدهنيات يلي أنا عضو فيها كمان، مخصصة نهار غد نهار بكرة رح نحكي عنه بالتفصيل دكتور بس بعد هالوقفة. أوكي. باليوم العالمي للتوعية والوقاية من مرض السكري معنا باستديو نائب رئيس الجمعية اللبنانية لأمراض الغدد والسكري والدهنيات دكتور أميل عنداري، أهلا وسهلا فيك مرة جديدة. تنحكي حكينا عن مرض السكري قبل هالوقفة، تنحكي عن بكرة المؤتمر يلي تدعو إليه الجمعية. بكرة السبت 15 تشرين 2 داعين لمؤتمر علمي عن أمراض عن السكري بالإجمال بأوتيل المتروبوليتان، والنهار مخصص مقسوم لشطرين قبل الظهر لكل العالم للشعب لعامة الشعب، ما بحب أقول عامة الشعب، لكل الناس إنه من مش توعية اختصاصيين هدف توعية. نعم. في عنا دايتيتيشن مسؤول للأكل وتنظيم الأكل، في عنا حكماء بالسكري بدون يحكوا، في شهادات حية موجودة قبل الأكل، وكل العالم مدعوة تروح على قبل الظهر حتى بس يدخلوا في بيعملوا تحاليل مجانية للسكري. بتعرفي في أجهزة اليوم صار كتير سهل، وكل شخص معه مرض السكري لازم يكون عنده جهاز صغير يفحص لحاله قبل الاكل وبعد الاكل بساعتين مره مرتين بالنهار، يعني هيدي بدهم يعملوها بنعملها مجاني، بدنا نسويها مجانيا لكل اللي بيجوا. وبعدين في فحص لشبكه العين مجاني بكره، بتعرفي انه مريض السكري لازم يعمل فحص شبكه عيونه مره بالسنه قبل الظهر، وفي شهاده حيه على الناس مبتوره اجراء رح يجوا يشوفوا شو هي. داعيين لهالنهار العالمي بعد الظهر محاضرات علمية لأطباء السكري مع بعضنا أطباء الأمراض الداخلية والسكري، وداعيين من برا بروفيسورية تحكي وتلقي محاضرات بهالشي. أهم شيء تعرفي أنه بالعالم في الجمعية الأمريكية الـ ADA لأمراض السكري، وفي جمعية الأوروبية الـ ESD الأوروبيان أسوسيشن ستادي أوف ديابيتيس اسمها، جاي رئيسة يلي جايينا من إنجلترا من مانشستر، اجى اليوم وصل على بيروت نازل بالاوتيل، باقي بكره كل النهار صباحا بده في ترجمه حيه لايف ترانسليشن للشعب، وبده يحكي عن الرجل الاجر المراد المصاب بمرض السكري، وبعد الظهر بده يلقي ثلاث محاضرات للاطباء الاختصاصيه مع بعضنا بعض. هو جاي وجايبين غير بروفيسوريه من انجلترا من فرنسا من امريكا، جايبين لحد 7:30 عشيه كل النهار. فاذا قبل الظهر هي الدعوه عامه، دعوه عامه قبل الظهر بعد الظهر للاختصاصيين للاطباء فقط.
دكتور أميل عندري أهلا وسهلا فيك، شكرا لوجودك معنا. مشاهدينا رح ناخد وقفة هلأ ونرجع نتابع لايف مع واتسون ام تي في.